بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك وفي إطار مبادرة القيادة السياسية كلنا واحد للتخفيف عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة، فقد قامت وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بعقد لقاءات مع ممثل السلاسل والشركات التجارية الكبرى، وخلال اللقاء تم تناول توفير السلع الأساسية وطرحها ب 649 فرع لكبرى السلاسل على مستوى الجمهورية، كما تم التنسيق مع موردي ومستوردي اللحوم بتوفير اللحوم للسلاسل بأسعار يصل فيها التخفيض للـ30%، إضافة لتوفير منتجات الألبان بتخفيض يصل للـ40%، وذلك حتى نهاية الشهر الجاري. وعلى جانب آخر، تتواصل أجهزة وزارة الداخلية في الرقابة على توافر السلع في الأسواق واستقرار أسعارها والتأكد من صلاحيتها حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.